حضرتك قلت لي من شويه على التحكيم الافريقي، اتكلمنا فيه في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه وهي خساره الاهلي بفعل فاعل في مباراه النجم، وحضرتك كملت في كلامك وقلت ان الايام اللي جايه هتشهد تغييرات كبيره جدا في منظومه التحكيم الافريقي، وده هيتم تفعيله خلال الايام اللي جايه. عايز اتكلم معاك على التحكيم الافريقي. ليه التحكيم الافريقي دايما مسكوت عليه؟ بيكون في بعض السلبيات، السلبيات دي مش بتتغير، وفي نفس الوقت بنلاقي الاشخاص اللي موجودين المشرفين والقائمين على منظومه التحكيم الافريقيه محتفظين بمكانهم، محتفظين بتواجدهم، وفي نفس الوقت من الاخر التحكيم الافريقي في كل العالم بنلاقي تحكيم مختلف الا افريقيا، التحكيم دايما بيكون مجامل لبعض الفرق بعينها على ملعبها. حضرتك عندك كواليس كتير عن التحكيم وعن الايام اللي جايه اللي هتشهده من تغييرات في التحكيم، مش عايز اروح معاك لتفاصيل قوي، لكن لو تقول لي كده بعض الكواليس اللي عند حضرتك. طب انا اول حاجه هقولها ودي حتى يعني ممكن تبقى مدهشه بالنسبه لك، ان احمد عجز انه يعدل المنظومه التحكيميه داخل الكاف، وان القوة اكبر منه. تخيل انت رئيس الكاف في قوة اكبر منه. سليمان اوباري اللي هو رئيس لجنة الحكام، اللي هو رئيس الاتحاد الجيبوتي، الراجل ده مقيم بشكل، ده كلام معروف يعني، مقيم بشكل كبير في تونس، ولاده بيتعلموا في تونس الامور يعني، فكان في بعض اللغط في قصة تونس. وتبقى فاطمة سمورة اللي هي جاية من الاتحاد الدولي، تغير بعض الامور داخل الاتحاد الافريقي سواء ادارية او مالية او تحكيمية. وانا بقول لك الفترة اللي فاتت حصلت اجتماعات على اوسع قاعدة تحكيمية من حكام النخبة والحكام الخبرات في افريقيا، وفي بلان اتحط وهيبدأ يتنفذ في الفترة الجاية. اولا لجنة الحكام هيبقى مسؤول عنها حكم، هيبقى لها استقلالية بشكل كبير داخل الاتحاد الافريقي، هيتم منع التعامل مع بعض الحكام اللي عليهم حالة من اللغط في الفترة اللي فاتت. واضح جدا جدا برضو قصة الفار، تجربة أيوة الفار أيوة في البطولات الأفريقية دي خلاص إن شاء الله من السنة الجاية هتبقى ملزمة، لسه بياخدوا فيها قرارات تكلفتها كبيرة جدا جدا جدا. انت عملتها في بطولة الأمم الكبيرة، بطولة الشباب ما وفرتهاش، هتوفرها في البطولات اللي جاية. لكن إبعاد بطولة إبعاد تقنية الفار في الفترة اللي فاتت على البطولات الأفريقية شبه كان مقصود. طيب الاتحاد الأفريقي عمر معلش عنده الإمكانيات ومش هوقف على الامكانيات. ويمكن خلينا افكرك برضو لما المباراه اللي هستشهد بيها دائما يعني مباراه الترجي والوداد، والفار اتكسر قبل الماتش. خلي بالك الفار في هذه المباراه يعني بداوا المباراه معهمش فار، وانت شفت الحكم، بس الحكم مشى الدنيا وما كانش عنده مشكله. لا لا لا، الحكم راح بص على الفار وقعد يتكلم وعمل نفسه ان الفار شغال، تمام ده يعني عارف انت المسلسل ده مسلسل درامي تركي فاشل. عارف المسلسلات التركيه الفاشله الطويله دي اللي هو اصلا يعني تبص على تبص على اللقطه تلاقي مثلا رافع المسدس عايز يقتل واحد، فتقوم تشرب شاي وتخلص وتعمل اللي انت عايزه والمسلسل يخلص، فتيجي بكره تفتح تلاقيه لسه بيقول له اقتلك ازاي. فالقصه يعني 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 هزيله جدا 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 وممطوطه جدا جدا، لكن واضحه في الاخر وده انكشف كله. ومع الاسف لم تتم يعني اتخاذ اعتبارات في هذا الشأن، وبالتالي خلاص الامور هتعدي الفتره دي. طيب ازاي الاتحاد الافريقي هيلزم بعض الانديه المشاركه او كل الانديه المشاركه بتطبيق تقنيه الفار، مع ان في منهم في الدوريات ما بيطبقوش الفار؟ يعني في مصر هنا ما عندناش فار، وبالتالي هل حضرتك الاتحاد الافريقي هيلزم الانديه المشاركه من خلال اتحاداتها ان هي توفر لهم على ملاعبهم تقنيه الفار؟ لا. ولا ده يكون من لا اشراف وماليات واستثمار الاتحاد الافريقي في الملاعب الافريقيه؟ البطولات الافريقيه بتكسب كويس جدا، تمام، والشركات اللي بتاخد حقوق الرعايه والبث في البطولات الافريقيه بتكسب جدا وبتدخل عوائد كبيره جدا، وبالتالي في حاله من التغيير هتحصل في الفتره الجايه بعد قصه لاجاردير والامور اللي حصلت فيها، ومين اللي هيبدا ياخد العطاء كبير جدا جدا والتورته الكبيره بتاعت البطولات الافريقيه، وبالتالي من سيتم اسناد له هذه المهمه هيكون هو اللي عليه الدور في توفير التقنيه الفار من خلال الاتحاد الافريقي. دي هتبقى بعيده خالص عمر عن الاتحادات المحليه والاتحادات الاهليه، هتكون تابعه للاتحاد الافريقي نفسه مع الرعاه بتوعه اللي هيجي ياخدوا حقوق البث التلفزيوني، هم دول اللي هيقدروا يوفروا هذه التقنيات وهتبقى من ضمن الديل.